تغير النظام الاقتصادي لشبه جزيرة قطر بعد فتح البحرين، حيث صارت الموارد الاقتصادية أكبر، كما زادت الفرص التجارية، مما زاد من دخل إمارة الزبارة وثروتها باعتبارها العاصمة التاريخية لشبه جزيرة قطر وجزر البحرين. وفي عهد الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح اقتضت ظروف المرحلة التعاضد مع القوة الإقليمية والدولية لتعزيز حماية السفن التجارية، ومن هذا المنطلق تم توقيع معاهدة السلام العامة عام 1820 ميلادية. وتضمن التوقيع على معاهدة السلام العامة اعتراف إقليمي ودولي بسيادة الدولة الخليفية على البحرين وتوابعها، والتزامات الدولة في ضمان السلم البحري على كل من شبه جزيرة قطر وجزر البحرين. وفي عام 1823 ميلادية زارت دوحة المقيم السياسي البريطاني في الخليج الملازم ماكلويد، وكانت تسمى البدع وقتئذ، ليتفقد تطبيق معاهدة السلم العامة باعتبارها من توابع البحرين. ويذكر لورمير في موسوعته دليل الخليج: دخلت قطر باعتبارها من توابع البحرين دائرة الهدنة البحرية التي عقدت عام 1835 ميلادية. هذه المعاهدات أدت إلى انخفاض حوادث القرصنة في الخليج العربي بشكل كبير، وانتعشت التجارة في البحرين وتوابعها. وفي عهد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الممتد من عام 1843 إلى عام 1868 ميلادية، عين من قبله ممثلا سياسي وجعل من البدع في الساحل الشرقي مقرا له. يقول جون جوردون لورمير: إن من معالم السيادة لآل خليفة على شبه جزيرة قطر في منتصف القرن الثامن عشر بأن أصبح لشيخ البحرين ممثل سياسي من أفراد أسرته جعل مقر إقامته في البدع. وكان من مهام الممثل السياسي لحاكم البلاد حماية سواحل شبه جزيرة قطر من عمليات القرصنة البحرية، وكان لذلك أبلغ الأثر في حماية المياه الإقليمية لتوابع البحرين وضمان سلامة الحركة التجارية في الخليج العربي. واستمرت الدولة في حماية الأساطيل والسفن التجارية في سواحل شبه جزيرة قطر في مختلف عهود الحكام. وبعد احتلال أجزاء من البر الشرقي القطري، شكلت هذه الحادثة تهديدا للسلم البحري، وتعطلت الحركة التجارية فترة من الزمن، وارتفعت أعداد حوادث القرصنة بشكل لافت، وازدادت حوادث الاعتداء على التجار. أما في الزبارة وما جاورها، فبالرغم من الاعتداءات المتلاحقة عليها، إلا أنها ظلت صامدة تحت السيادة الكاملة لآل خليفة، حتى أن حاكم البحرين وتوابعها صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة عرض في إبريل من عام 1937 ميلادية تسهيلات تجارية لشركات النفط في إقليم الزبارة. إلى جناب المحب سعادة المعتمد السياسي البريطاني بالبحرين: بعد التحية والاحترام، لقد سمعنا خبرا هو أن شركة امتيازات النفط لديها فكرة في فتح بندر، فإذا أن الشركة تود أن تفتتح البحث معنا في خصوص فتح بندر في ميناءنا البحري بالزبارة، فإننا نكون مسرورين لنمنح جميع التسهيلات والموافقات.